إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء ولا مضواحي مدينة الدار البيضاء، شارع محمد السادس، طريق مديونة سابقا، يعني شارع محمد السادس الرابط ما بين مديونة ومدينة ولا مدخل مدينة الدار البيضاء. لمتابعينا الكرام، يعني أكيد شارع محمد السادس اللي كيتعتبر واحد من أكبر وأهم الشوارع مدينة الدار البيضاء ولا بالمملكة ديالنا كامله. اكيد متابعينا الكرام، وحنا كنعرفوا شارع محمد السادس اللي تقريبا الا بغينا من برشيد تهابط ونتهابط على الدوز على يعني المدخل ديال المطار، ثم الدروه، مديونه، المطرح الكبير ديال النفايات، مدينه الدار البيضاء. فكيف ما كتشاهدوا متابعينا الكرام، يعني تم الاصلاح تقريبا ديالو من واحد البلاصه، باقى واحد البلاصه يعني باقي بعد الاناره ما كايناش، ثم من واحد البلاصه يعني باقي شويه يعني من جهه الرشاد والمطرح الى حدود الرون بوان ديال المدخل ديال لوطوروت، مرورا على المكاسه والعديد من النقاط. اكيد حتى الناس في الاول راه كانت يعني العمل كان بسرعه، شي اللي شفنا تبارك الله، راه شو الطريق هنا وثائج منه من الجهه الاخرى، بالرغم من انه باقي الاشغال، المهم هو الطريق وثائج. اللي باقي مشكل ديال الضوء اللي كنظن باللي مازال في الاصلاح ولا عاد بداو. الى جيتي مع شارع محمد السادس تقريبا من المركز، من المدينه، من درب عمان، من الملتقى ديالو مع شارع لاله الياقوت الى حدود شارع طاح، وطلع حتى الرومبوان الاولى، الرومبوان الاولى اللي غتدخلك يعني المدخل ديال لوطورو ديال الجديده. يعني كل تبارك الله هاد البلاصه راه تبارك الله، اللهم بارك، يعني تبارك الله، داكشي ممتاز، شارع كبير، اناره، يعني غير كتفوت الرومبوان ديال لوطورو من تما عاوتاني حتى تقريبا نقدر نقولوا ان هنا بعدا راه تصلح، واخا كاين المشكل ديال الاناره كنظن باللي غادي تصلح في اقرب وقت ان شاء الله، ولكن حتى الرشاد يعني مشكل كبير، وخلانا نشوفوا حوادث كثيره للاسف، يعني واحد لومبوتياج خصوصا مع العيد. اكيد كنعرفوا الاهميه ديال شارع محمد السادس متابعينا الكرام، واللي كيربط كيف ما قلت بين العديد من النقاط، كنهضروا على الدروه وبرشيد ومديونه والرشاد هنايا والمكانسه وشارع الطاح، شارع الجزر، شارع القدس، عين الشق، شارع الخليل، يعني شارع الفيدا كذلك، درب السلطان، كراج علال، درب الى درب عمر، يعني العديد من النقاط المهمة والمهمة بزاف. أكيد متابعينا الكرام، ما كتشاهدوش قريبا راه من مديونة لهنا الإنارة تقريبا ما كايناش، يعني خاصك ضروري تستعمل كيف كنقولوا فار ضروري، مشكل كتعمل لي قدامك. هنا فين دوينا الرشاد، عاوتاني الطريق راه مازال كتصلح. شوف 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 شوف، هنا راه ما كايناش، والطريق مضيقه بزاف، ويعني حتى اشغال
واقع شويه متاخره في هذه البلاصه هذه كيف ما قلت الى حدود المدخل ديال طريق السيار. هاد البلاصة هي اللي خايبة شوية، هاد البلاصة هادي بالضبط خدشي دار انه يتامل الإصلاح، وإن شاء الله يعني شكون الأمور مزيانة كدرا يعني حتى يعني العدد الكبير ديال السيارات والشاحنات والدراجات اللي كيمشيو هنا بشارع محمد السادس راه كبير وكبير بزاف. هاد البلاصه بالضبط يعني هنايا الطريق مضيقه بزاف، والاناره ما كايناش، يعني كاين اللي ما كيعرفش يسوق، كاين اللي كيتخلع، كاين اللي ما كيشوفش مزيان، يعني كل واحد والظروف ديالو. فلهذا كنتمنوا ان الاصلاح ان شاء الله يتكتمل في اقرب وقت. متابعينا الكرام، الى هنا غادي نختم معكم هذا المباشر، الى مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.